ونرحب بكم جميعا فأهلا وسهلا بكم عدد نجوم السماء وعدد أمواج البحر وعدد قطرات المطر. مرة أخرى نحييكم بتحية بالقلوب وألسنة سابقة وفي طياتها حبا ووفاء لوطننا الحبيب من المغادرة إلى الصحراء المغربية تحت ظل العرش العلوي المجيد دام له النصر والتمكين. أحبتي في الله، حضوركم شرف لنا ويزيد هذه المحاضرة المثمرة أسسا وسرورا، فبارك الله مسعاكم وجعل الله الجنة نسوانا ونسواكم، وشكرا لكم على كرم الاستماع وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا شكرا سيدي محمد السباعي القاري على هذه الكلمة المتواضعة.